عثر علماء آثار على بقايا بشرية محروقة في الصين يعتقد أنها تخص الفيلسوف بوذا، وتم العثور على نحو 2000 قطعة من العظام المحترقة في صندوق عتيق عمره 1000 عام مع أكثر من 260 تمثالا. ويعتقد أن بوذا توفي قبل 2500 عام وحرق جثمانه، وتم تقسيم الرفات إلى 10 أجزاء وزعت بين تلامذته في عدد من البلدان.